هلا والله شباب في مقطع جديد من لعبة God of War Ragnarok. بداية اللعبة لازم تستمع حق الموسيقى اللي يحطونها اول بداية شباب. نوم شباب خلنا نبدأ في مواصلة التختيم حق لعبة God of War. وصلنا حق المنزل شباب، والحين عقب ما جبنا أتريوس رجعنا معاه. لا تجد أقر أنها كالأيام الخوالي، ثلاثتنا نتجول. هذا ما تقصده؟ أوه أنا متعب فحسب، رؤية صيد غزالة واحدة كرؤيتها كلها. كيف تشعر بالتعب وأنت لا تنام قط؟ هناك أنواع أخرى من التعب ستفهم عندما تكبر. وجه لي ضربة قوية، قل ستفهم عندما تكبر. لننال راحة كافية يا أخوي، الأمور أجمل دائما في الصباح. يبغى ينامون؟ أول مرة أشوف كريتوس ينام شباب. ما بيخلونا ننام، ما بيخلونا ننام، ما بيخلونا ننام. شيل السيف، شيل السيف. ياكم ياكم ياكم، من هذا؟ هذا ثور، هذا شكل ثور شباب. لقتلنا أولاده في الجزء السابق شباب. هذا لي أن أدخل. ها؟ أحمل خمرا. استغفر الله، تحمل خمر؟ لن تجد متعة في صحبتي. إنه يمكننا التحدث عن الكثير. قال لي شي هو هناك كريتوس همس حق ولده، قال لي شي أضخم من كريتوس، أضخم من كريتوس شباب. والله القصة روعة شباب، والله العظيم. استغفر الله، احلف بعد. قد يا ولد الواحد يخلي السلاح ماله. ما تدرون يشرب لها خمر وحرام. سامحوني شباب شوية، عندي شباب سامحوني. لما لم تقل اني ما يتخطر شباب، اني ما يتخطر ان اقطع ان انا قاعد انظف خشمي. ما يتخطر، خلينا نطال قصة. وحاول التأدب. ايه ثور شباب، هذا ثور، هذا اللي قتلنا ابنائه قبل، اولاده قتلناهم ثلاثة، واحد منهم هرب. ايه هذا هو، لا ما هرب، قتلناه بعد. هادئا وعاقلا كما أرى. هل أنت شخص هادئ وعاقل؟ إذا كان الموقف يستدعي الهدوء، برأيي يستدعي الموقف الهدوء. أجل. اوه ده بيعطق واحد الباب لان ما
اوه امنوا هذا كمل حركات سحر ما ادري شنو. تعرف من انا؟ اودن مكتوب. هذا اللي يسمونه اودن. وقع بعض سوء الفهم على نحو مؤسف، واظن لدينا تصور افضل عمن نتعامل معه. والان ماذا فعلت باولاده؟ النفس الايسير يعيشون للموت، وصدقا كانوا بلا فائدة نوعا ما. لكن بالدور كان بالدور على المهايط اللي قتلناه شباب الجزء السابق. صحيح انه قد جن، لكن له فوائده، وها قد رحل بسببك. اتفهمني؟ بعد حط روحه ويانا قتلناه، شو نسوي؟ دفاعنا عن النفس. انت لديك دين ولم تعد مرحا، ماذا تريد؟ شرب الخمر حرام. ماذا عن السلام؟ وادخلوا في السلم كافة. السلام يا إله، وادخلوا في السلم كافة. اتركوا عنكم القتال لبعضنا، وأن تبقى بالديار وتسترخي، وألا تسعى لخصومة معي، ولن أسعى لخصومتك. وبالطبع هذا يعني أنه على ذلك الصغير ألا يبحث عن تير. أجل، نعلم ما كنت تنوي فعله. كفى، أساليب تير قد هلكت، وهو هلك أيضا. هل تفهم؟ حينها سنكون متعادلين. واحد يسمونه تير شباب، في واحد موجود اسمه تير، حطوا عليه لقطات في بداية أعلم أنك هربته. ترايلر مال اللعبة شباب. أعلم أنك هنا في مكان ما أيها اللعين. قد نصدق ما تقوله. يتكلموا عن الراس. لوعودك أي قيمة. ها هو شريكي القديم في كل جرم. خف وزنه. وإن قال إن الثلج أبيض فهو كاذب. ألا تتمتع بالحكمة؟ ألا يمكن لأذكى رأس ألا يكون أنانياً؟ ألا ترى أننا نريد نفس الشيء؟ إليك اتفاقاً ستثق به. سأسوي دينك مع طليقتي. يقصدون أم داك الفرية. فرية إيه؟ فرية قسم الساحرة. ستبقيه آمنا. هذا ما تريده، صحيح؟ فما رأيك؟ عقد اتفاقية الحين. لا. كريتوس قدها وقدود. كريتوس رفض اتفاقية مالتهم. فلتنجز الأمر. فلتنجز الأمر، هاي قال لي شيء. أجل، آن الأوان. كنت أنتظر ذلك. أنت غريب. لدينا تقليد يدعى ثمر. وش في هذا؟ كريتوس دافع عن روحك. دافع، خلنا نجلد الجلد هذا. كون صلي حركة الاندرتيكر. ايه شباب، الحين هذا المقطع راح اخليه قصة، موجود مقطع قصة، مقطع الضرب راح تشوفه هني شباب. دخل عليه وطالع الضرب كامل اللي بيصير مع ثور.